بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني صدفة، رغم أننا الواحد ما يؤمنش بالصدفة، تلاقيتكم بالسي صالح بن قويدر في أقدم حانوت هنا في السانسون. في السانسون، حي 500 مسكن. أنت من؟ هذا تاع سي محمد ويوسف وأخوه يوسف. أنا قعدت حير باه أنت تجي تصرف منا، وأنت تسكن في سان جويندري ولا وين؟ نسكن في تقريبا في سان جوي، حي 300 مسكن. ولا تجي لهنا؟ هذا الحانوت هذا هو اللي بنيت به الدار وكبرت به الوليدات. ايه. أول سكن كنت سكنت في المسيلة، كنت بجوار هذا الحانوت. ايه الله يبارك. تاريخ يسمى. تاريخ دركا حوالي عندي 17 سنة نقضي منه. دوك قال لك قضي وين تصيب راحتك. ونعرف واحد اخر ثاني مشهور هنا في الفيسبوك ثاني يجي ما يقضي غير منا. ها هو راه قاعد، ها هو هذاك الملك، هذاك العبد هذاك بدون موعد تلقاه لهنا. ايه الله يبارك. ما تعيطلوش تقول له روح نتلاقاه، ولا روح لهنا تلقاه. انا تحت مو دايما هنا. درنا له بوبليسيتي الحانوت. دوك انت يا واش راك؟ اي والله الحمد لله. 2015 خرجت تساوي 2016 يوم عيد ميلادي 2 اكتوبر 2016 خرجت للتقاعد. خرجت للتقاعد من ذاك النهار الان. واش راك داير؟ والله مثلتي مع الاسره نتاعي برك. مثلتي بوليداتي؟ وليداتي فقط. نجحوا لك وليداتك؟ الحمد لله على نعمه. وين اخر نجاح؟ لا مازال عندي بنتي اللي راها في السنه الثانيه ثانوي. الله يبارك. راهي انت تنتقل السنه الثانيه ثانوي. عندها وليدي لاخر. هي اكبر وحده ولا هي الكبيره؟ اقول عام جاي ان شاء الله مقبله على شهاده البكالوريا ان شاء الله. ناكل عندي باذن الله وشخشوخه ثاني سخونه ان شاء الله. وعندي طفيل السنه في السنه الرابعه متوسط. راه لحد الساعه من المتفوقين كي هو هكذا ان شاء الله. راني تعبان عليهم باش يقولوا غير متفوقين. اجر كل الاعمال تاعي. ادي في واجبك كيما نقولوا. ادي في واجبي مع الاسره تاعي. الله يبارك. ما عدا ذلك واش راك دير؟ هذه الاسره تاعك ديت حقها منك. واصحابك وكش مالكم تحوسوا وكش مالكم ديروا؟ ما كان والو. والو الخدمه والدار. من الوليدات للدار. من الوليدات. والله بك كورونا راك حابس. لا مش كورونا عندها بصح السبب تاعها نسبي برك. مش كلي. مانيش عارف واش يقول الاصدقاء القدامى تاعنا اللي ممكن يشوفوا هذا الفيديو. بالنسبه للناس اللي كانوا معايا وتقاعدوا نتمنى لهم ان شاء الله الشفاء العاجل. الشفاء منين ان شاء الله؟ راهم في صحه وعافيه. نتمنى لهم ثاني السعي حميد في وش القادم. واللي راهم يعملون في التعليم ان شاء الله ربي يعاونهم. ربي يعاونهم وكيفاش يقولوا سير الله عملكم ورسوله هو المؤمنون. وعاود نقول لكم يا رجال التعليم يا رجال التعليم راكم في 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 بيت الملائكه. ادوا الواجب تاعكم. وعاود واش يقولوا لها؟ عودة ميمونة. عودة ميمونة بمناسبة الدخول الاجتماعي. لا لا اسم المدرسة. الدخول الاجتماعي تقريبا هو يدخل المدرسة الدخول الاجتماعي. بارك الله فيك. بارك الله فيك رشيد طبي وجزاك الله عنا خيرا. وما تقولش ما ناش نتفاهم رانا ننساو. اسمع هاني هذا عندنا اسم بزاف بزاف باش تفكروا. هذا الفيديو راني نلصق به ان شاء الله الفيديو تاع الخروج تاعك. ايه الفيديو المؤثر جدا يعني. ايه لا ثاني بكاني تبكيت وانا بكيت. كانت ايام كانت ايام جميله وصعبه. ملاقات خارج. بارك الله فيك. سيدنا محمد علي البشريه وخاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. اخواتي اخواني حضور في هذا المجلس الطيب، هذا المجلس الذي تلاشت فيه الحروف وتبعثرت فيه الكلمات وجبت فيه قلم، هذا القلم الذي ظل يكتب ويكتب مدة 25 سنة، لكن أتى اليوم وحانت فيه الساعة التي لم يجد فيها ما يكتب أو يقول. إنها لحظة الوداع. لا أستطيع أن أقول أو أكتب سوى كلمة واحدة. كم هو صعب فراق الأحب ورفاق الطبع. عجز اللسان وتعلتم،
عجز اللسان وتعلم على فراقكم، عجز اللسان وتعلم أمامكم أخواتي وسادتي الكرام. أنتم من قضيت معكم مشوارا طويلا تقاسمنا فيه البسمة والدمعة، الحلو والمر معا سويا، وها هو اليوم قد حان. إنه موعد لم أكن أتمناه أبدا، إنه موعد لم أكن أتمناه، لصعوبة لقيا مجبر لا بطل. هذا هو مشوار الموظف، وهذه هي سنة الحياة. وفي الأخير ما عساني أن أقول إلا كلمة شكر خالص من القلب لكل الزملاء والزميلات ولكل الحاضرين الذين أبوا إلا أن يشاركونني ويتقاسموا معي حرارة ومرارة ما أشعر به، فألف ألف شكر على احترامكم ودعمكم وأحيانا طاعتكم لي. لم يبقى في قلبي إلا معزتكم، لن تمحوها الأيام وستبقى ذكرى خالدة معي، وستظل ذكرى خالدة معي وتجوب خاطري كلما تذكرت هذا المكان وتذكرت هذه الأسماء. أتمنى لكم مشوارا حافلا بالنجاح، قال الله تعالى قل فاعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. سبق الله العليم وتحيا الجزائر.